عندنا مواهب كتير جدا في مصر. ايه سبب مش هقول ندرة المواهب، عدم إظهار المواهب دي بشكل كويس، خاصة في مجال أو في المرحلة السنية للناشئين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برضو برحب بيكم. هي بس المشكلة في البداية، المشكلة في مصر بتبقى في ثلاث حاجات. أول حاجة الملاعب، دي رقم واحد. عندنا مواهب كتيرة بس الانتقاء بيبقى في مشكلة في الانتقاء اللعيبة. عندنا أندية كبيرة شغالة بشكل كويس، بس اللعيب بيوصل لمرحلة لدرجة لمرحلة الناشئين، وبعد كده يبتدي المرحلة الشباب، بعد كده اللعيب بيبتدي مستواه ينزل أو مفيش تطوير للعيب في الفترة دي، لأن الفترة دي بتبقى فترة صعبة جدا، الفترة بين الانتقال من البراعة من الناشئين ومن الناشئين للفريق الأول أو للشباب. السعودية أو الدول العربية عامة يعني ابتدت تشتغل أو تطور، تهتم أول حاجة بانتظام مسابقات الناشئين، مفيش تسنين أو مفيش تزوير، دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، في برنامج أو في رؤية واضحة لمدة 5 سنين، هم عايزين يعملوا إيه بعد ال5 سنين، لقوا في مشكلة في خلال 5 سنين بيحدثوا وبيطوروا، في ملاعب كويسة، في مدربين كويسين، في نظام، في دوري منتظم للناشئين. تعرف المدرب يعرف يشتغل، بداية الموسم بتبتدي، عارفين بداية امتى، النهاية امتى، الاجازات توقفات امتى، في رؤية كبيرة في بره يعني، غير ان احنا هنا عندنا مواهب اكتر يعني. غير طبعا مهتمين جدا بتطوير المدرب السعودي او المدرب المقيم في البلد، دورات كويسة، حاجات امتيازات بياخدها، بتحس ان انت فعلا بتمرن في دولة اوروبية يعني، عاوزة تتقدم يعني في الكورة او تعمل حاجة. لكن المدرب للأسف بيبقى بيخلص تاني يوم تلاقيه قاعد في الجهاز، لا درس لا اتطور، لا هو اصلا ادى نفسه مساحة ان هو يعرف الاجواء عامله ازاي، السن ده هيشتغل معاه ازاي. بس فدي مشكله يعني، دي مشكله. ده من اسباب خروجنا في كاس الامم الافريقيه للشباب، هي دي من الاسباب، خاصه ان احنا ده كان على ارضنا واحنا مرشحين للبطوله. ما دي اول مره في يعني فتره كبيره جدا ما فيش منتخب شباب خرج في بطوله مجمعه على ارضك يعني، من ساعه جيل على ما اعتقد كان دوره هنا كانت في اسماعيليه، كان جيل محمد صلاح ابو جريشه وابراهيم المصري، طلعنا تاني او حاجه، كان معانا نيجيريا كانت فرقه جامده فيها ايمانويل وجامان جيدا، متهيألي من ساعتها ما لعبناش دوره مجمعه وخرجنا. كل الخروج كان بيبقى ماتش او اللي هو الذهاب واياب وبنطلع. فدي طبعا مشكله ان احنا مفيش بطوله اتلعبت على ارضنا وما حققناش فيها مركز كويس يعني. فده طبعا نتاج اللي حصل في خلال ال15 سنين، اهمال لقطاعات الناشئين، عدم انتقاء مدربين كويسين، عدم اهتمام بالمدرب، عدم اهتمام باللاعب. كان زمان اللعيبه في الانديه المقاولين والاهلي وانديه كبيره كانت بتهتم بالتغذيه باللعيب وتهتم بصحه اللعيب، دلوقتي ما فيش الكلام ده خالص، غير في اعتقد مثلا ممكن يكون زد او الاهلي او ناديين بس هم اللي مهتمين بالحته دي.